بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير، كنتمنوا المجهودات ديالكم في مجال تسريع النمو الصناعي، وكنحترموا هذه المواعيد اللي عطيتوا ديال السنه الجايه ديال افريل، بمعنى انكم طايقين في راسكم وطايقين في المشروع ديالكم، وهذا النوع من المسؤولين هما اللي بغينا، اللي يعطيك موعد ونقدروا نراقبوه، ماشي موعد تيمشي في حالاته اللي يقول لك اودي راه داكشي ما منه شيء. سيد الوزير، كنتمنوا العمل ديالكم في الحكومه، وكنتمنوا عمل الحكومه في هذا المجال. وفايت لنا سيد الوزير، كنا هضرنا معكم واحد الوقت على واحد المشروع ديال مرصد في المجال الصناعي. كنا تكلمنا بان واردات المغرب من المواد الصناعيه هي كثيره، وكاين مجموعه من هذه الموارد اللي نقدروا نصنعوها محليا. لهذا ندعوكم السيد الوزير الى الاهتمام بالاستثمار في هذا الميدان ودعم الشباب باش يستثمروا، لانه غادي يخلق واحد القيمه اضافيه، واحد القيمه مضافه كبيره، ويخلق واحد مجموعه مناصب الشغل. وندعو كذلك المغاربه الى استعمال المواد المصنعه المغربيه، وعلى راسهم الحكومه ندعوها، لان دابا كاين عندنا السيارات المغربيه المصنعه في المغرب. اذا في المستقبل ندعو جميع المغاربه باستعمال السيارات المغربيه، والحكومه بشكل خاص راه فيها فخامه، نقدروا نصنعوا شي حاجه فخمه للساده الوزراء والساده المديرين والساده الاطور. اذا استعملوا المواد المغربيه، الله يجازيكم بخير. كاين السيد وزير ايضا واحد. شكرا السيد النائب.